شبكة إجرامية منظمة وطنية تنشط عبر مختلف ولايات الوطن. تختص هذه الشبكة الإجرامية في سرقة وتفكيك السيارات وإعادة بيعها على شكل قطع غيار. هذه الشبكة الإجرامية تضم 5 عناصر تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة. وبعد وضع خطة عمل محكمة واحترافية تمكنا من توقيف أغلب عناصر هذه الشبكة متلبسين بحيازة عدد كبير من قطع الغيار التي هي في الأصل عبارة عن سيارات مسروقة ومفككة.